حلقتنا بتكفي ومثل العادة عم ضوي على كل المهرجانات بالمناطق اللبنانية، وهالمرة رح نتجه شمالا وتحديدا لبلدة أميون الحلوة لنستقبل من بلدة أميون كريستال سالم أبو شاهين مسؤولة إعلامية لمهرجانات أميون، والمهندس مالك فارس رئيس بلدية أميون. أهلا وسهلا فيك معنا وعقبال كل سنة مثل ما بيقولوا. طبعا أميون معروفة ما في زوم نحكي عنها، والمهرجانات بأميون كمان معروفة وعريقة وأسماء كبيرة قدمت مهرجانات بأميون، سيدة ماجدة الرومي، جوليا بطرس، العملاق وديع الصافي، واللائحة بالطول، الصبوحة كمان والصبوحة العظيمة كمان. أنتم بتجدد دايم السنة رئيس، المهرجانات بتبلش ب 19 تموز. 19 تموز بعنا الفنان زياد البرجي أول شيء، بعدين الفنان معين شريف، نرجع تاني يوم عنا الفنان، عنا فيوتشيلو، فرقة فيوتشيلو، وعنا نصيف زيتون. نصيف زيتون، وآخر يوم عنا عشاء ساهر، هو كروي على ساهر، عنا الفنان شادي جميل. حلو كتير، يعني على ثلاث ايام، على ثلاث ايام هو رح يكون مهرجان، رح يكون نقل مباشر اكيد. ممنونين انتم اول يوم، هذا شغله كتير حلوه السنه، لانه هيدي بتخلينا نتواصل مع الاقتراب اللي هو بيكون ناطر كل سنه تنعمله على صعيد محلي، بس هالمره على صعيد الام تي في، يعني طلعنا درجه كتير عاليه، فمشكورين على هالشيء هذا، وعم نجرب انه يكون مهرجاننا من المهرجانات الدرجه العاليه بلبنان. يعني كل سنة حنكون منظمة، والتنظيم عن ينحكى فيه إنه مهرجاناتنا منظمة ومرتبة، وعن يكون إنه مستواها حلو، والحضور كمان عن يكون كتير مرتب، يعني المدرجات عن تكون مليانة ما في شك. المحل كل بيعرفوه، كنيسة مار يوحنا الحلوة دغري تحت الكنيسة، مزبوط، على الطريق العام مار يوحنا الأثري بيقولوا له الشير، يعني نعم. هونيك المنطقة كنيسة الشير مار يوحنا الأثرية، أكيد هو على الطريق العام، أكيد اللي طالع بده يطلع إن كان بده يمرق قدام الكنيسة ما في ما ينتبه له أكيد. وقد ايه بالساعة تقريبا المدرج؟ 2100 2200 شخص، وفي عندنا مدرج على جنب، في حال صار العدد اعلى عندنا مدرج بطون فينا نحط عليه كمان. نعم، اليوم الناس كيف بتحجز؟ عندنا اكيد بالفيرجن تيكتينج بوكس اوفيس بكل لبنان اكيد، حتى كمان عندنا موقع بلديه اميون بيقدروا ياخذوا التيكت تبعهم من تيكتينج بوكس اوفيس ومن بلديه اميون المقره باميون. اكيد الاسعار كيف؟ يعني المينيموم 30,000، واكيد بتتدرج لل 100 دولار. نعم 150. يعني اليوم شو دور البلدية بهالمهرجان رئيس البلدية، وشو دورها بدعمه؟ يعني البطاقات خلينا نقول، يعني بطاقة 20 دولار كمان بطاقات يعني سعرها كتير مقبول، رمزية. مزبوط، نحن اتكلنا أكتر شيء على الدعم المحلي، سبونسرز المحليين. نحن عنا كتير سبونسر بأميون، هني داعميننا البلدية وداعمين المهرجان، فما بتعوز البلدية تدعم المهرجان بالمرة، مع أنه كل سنة بيكون في من المهرجان ريعة. أول سنة جبنا إطفائية للأميون، هلأ السنة جبنا فاكيوم ماشين للمكنسي تبعون الطرقات، السنة الثالثة المهرجان هذا ريعه لح يروح مشان الحديقة عامة، واللي بعده أكيد مفكرين بأمبولانس مشان يكون في اكتفاء ذاتي بقلب البلدة. حلو، يعني كل سنة بيكون في له ريع معين وهدف معين، وابناء البلده ويلي بيجوا من برا كمان بيكونوا خلينا نقول عم بيساهموا كمان بهالموضوع. احنا يعني قبل ما نبلش نبيع كوتي بيكون عندنا تقريبا الكلفه جاهزه من المتبرعين. حلو، مين بيتبرع؟ سبونسرز، ابناء البلده، القرانيين بالاجمال، فينا اجمالا المتبرعين الاساسيه هن اولاد البلده. حلو، خودي متبرعين بدون اي شيء سبونسرز. البنوك متبرعين بس ما كتير، في عنا بنك كتير هذا عطول انه بيكون تبرعوا احسن من غيره اساسي، وان شاء الله البنوك الثانيه بتلحقوا. يلا بنقول لهم يتحمسوا اكيد لحتى يدعموا، ونحن مريحنا معنا وشباب الضيعه معنا مع سنين.
طيب المشاريع كثيره، وصيف اميون اكيد حلو مش بس بايام المهرجان، بس بعرف رئيس انه عم تشتغلوا كثير مع الوزارات، يعني مع وزاره الاشغال، مع وزاره الطاقه، شو طبيعه التعاون بيناتكم؟ نحن خاصه السنه هيدي كان التعاون كثير منيح مع وزاره الاشغال ووزاره الطاقه، يعني تقريبا عندنا 70% من طرقات البلده صارت معبده، يعني ما في مره رحت على الوزاره والوزير خلاني اطلع فاضي، هيدي يشكر عليها. ووزارة الطاقة نفس الشيء، يعني عندنا مشاريع الباقية كان في مجاري البنية التحتية، يعني هلا عم ينفذوا لنا اياها، خط مي من بشمزين من النبع اللي كان واقف تقريبا صار له 30 سنة رجعنا هلا عم نشغله، عطيونا حوز مي مشان المي 1000 متر مكعب، يعني ما طلبنا شيء منهم، نعمل لهم نحن الطلب ونلاحقه، وكنا على طول هودي الوزارتين يعني مشكورين، وان شاء الله الوزارات الثانية بيطلع لنا شيء منهم. ان شاء الله يلا هلا من الشباب والرياضه ومتأمنين من الكل، يلا هلا ان شاء الله بالاول تتشكل الحكومه، يعني ما نقضيها تصريف اعمال لوقت طويل لحتى كمان تدعم هالبلديات والمشاريع ان شاء الله. ان شاء الله كريستال الناس لكنا فيها تحجز بالبلديه مش هيك مثل ما سمعت، وفيها بالفيرجن ميجا ستور، بس وين المواقف؟ خلينا نفوت بتنظيم الاحتفالات. هو اكيد نحن مشكورين الشباب بلده اميون، كمان اعضاء اللجنه المهرجان والشباب يلي هن عم بينظموا على الارض، بنقول لهم الف عافيه ان شاء الله. هن اكيد عندهم مواقع خاصه بنقطع الطريق لفتره معينه من النهار، بعندهم محل يصفوا فيه اكيد، يعني في باركينج منظم لكل الناس، يعني بساحه حشود كثير كبيره، في باصات كمان عم تبروا تجيب اللي بيوقف. نعم في باصات متحركة، يعني اللي ما بيقدر يمشي أو شيء وهيك، يعني هي بتعرف الضيعة قريبة كلها من بعضها، يعني وين ما صفيت بتلاقي أنه قريب بتمشي بعضها الطابع الكروي يعني. وأكيد نحن عاملين تسهيلات بالتنقل، في الباصز يلي حيبرموا مثل ما قال الرئيس أنه يبرموا ويأخذوا هالناس يوصلون على مكان المهرجان. وأكيد يعني بشدد الشباب يلي عم بينظموا على الأرض يعطيهم ألف عافية، كله أندر كنترول بيكون وما بيصير أي غلط، والتنظيم كله من شباب وستات الضيعة، يعني ما عندنا لا سيكوريتي، السيكوريتي حتى كمان اكيد الجيش والدرك موجودين وهودي مشكورين، بس كمان التنظيم على المقاعد على كل شيء كله من ابناء الضيعه، يعني اهليه اهليه هم نحييهم كلهم ونحيي غيرتهم على كمان على بلدتهم. طيب اذا بدنا نقول اذا ناس طالعين يقضوا النهار باميون او حتى بالكوره، إذا بدنا نعطيهم هيك ثلاث أربع محلات يزوروها على القليل الأولوية بأميون، وكمان يتعرفوا على يعني تعرفوا على الضيعة بطريقهم لحضور المهرجان. أميون بلدي قديمة 4000 سنة قبل المسيح، عندنا 13 كنيسة نحن بأميون، كلها كنيسة قديمة قديمة وحلوة كتير، عندنا الضيعة القديمة أميون القديمة، البيوت اللي فيها حلو كتير، يعني أميون فيها الأميون الجديدة وأميون القديمة، من الجهتين من أحلى بيوت بلبنان اللي كانت جديدة واللي كانت القديمة. وعندنا كمان مطعم بأميون البلاك هورس، والنادي ما راح احكي بدنا لان البنت هي تحكي. عندنا نادي رياضي على صعيد لبنان انا بعتقد ما في مثله، هو كمان على طابع البيت القديم الكروي بس على مودرن متجدد اكثر، نادي اسمه البودي بالانس موجود باميون، اكيد بيشوفوا يعني الادوات الماشينز اللي جايه من برا للناس اللي بيحبوا يعملوا رياضه، اكيد كلها متحضره وكلها جديده، واكيد اللي بيطلع على المبنى بيشوف الطابع الكروي كمان الضيعة مثل ما تفضل كمان وقال الرئيس عن البيوت القديمة، هو بيت حجر قديم كمان عمره كذا سنة والأكيد زبطوه جددوه لحتى يعملوا هيدا الجيم اللي هو أنا بنظري ما في منه على صعيد لبنان، ونتمنى أنه تشرفونا لحتى تعرفوا أكثر عن هيدا الموضوع. أكيد أكيد نتشرف، لكن كل المهتمين بالتراث الروحي والكنسي في والثقافي والرياضي كل شيء موجود. ما خلص أنا عم صدق عليك والثقافة والرياضة، وكمان خلينا نقول بفن العمارة اللبناني، يتعرفوا على هالبيوت الحلوة على هالحارات القديمة، وكمان يحضروا المهرجان يلي بيجمع أصوات مميزة مثل زياد برجي، معين الشريف، نصيف زيتون وغيره وشادي جميل. أكيد كلمة أخيرة لكم قبل ما نختم لقائنا. نحن بنتمنى كل لبناني يزور أميون، أميون ضيعة حلوة وقلبها مفتوح، ونحن بنشكر الام تي في
واكيد العالم رح تكون نطرتكم برا، واكيد رح يشكروكم كثير على هاللفته الحلوه. الاميون واميون كلها بتشكركم. ولو اهلا وسهلا كريستال. بحب اشكر اكيد انا بلجنه المهرجانات، في معنا اعضاء كثير وهن من مؤسسي المهرجانات من سنه 2007. بحب اشكرهم، هي دائما بيطمحوا دائما للاحسن وبينقوا الفنانين حسب نجاح الالبومات والى اخره. يعني انا بتشكرهم دائما على جهودهم، وهي اول سنه لإلي معهم. وبتشكر لام تي في لانه رح تنقل مباشر وتوصل الصوت مش بس بلبنان، حتى للخارج للمغتربين انه يكونوا موجودين معنا. ميرسي لكم سوري كمان لسبونسرز اكيد يلي دعموا نجاح هذا النشاط. نحن بشرفنا انه نكون بين اهلنا والناس اللي بنحبهم باميون، ونكون معكم مش بس بالمهرجان، نكون معكم على طول. اهلا وسهلا. ميرسي لكم. ثانك يو. ميرسي. نحن مثل ما قلنا على ال11 رح نكون بنقل مباشر لوقائع لقاء فوق لوميير من كنيسة سيدة الجمهور، ونكون مع القداس الإلهي. أتمنى لكم قداس مبارك وصلاة مقبولة. على 12:30 زميلتي رانيا أشقر بترجع بتلاقيكم وبتتابع معكم الحلقة، ورح يكون ختام مع مسك مع الفنان الكبير جوش خباس تنحكي عن أعماله الجديدة وبالأخص ضمن مهرجانات بعلبك الدولية. بتمنى لكم قداس مبارك.